أساسا أنا ذاتي جدي داود. نعم. والدي أنا ما لحنت عليه ولا جاهل يعني. ما شفته. إيه سنة عمري هيجي هالحكي هذا. توفى. إلى رحمة الله. إيه. فهو حسب ما يحكون هو كان ذاك الوقت والي بغداد وهو يشتغل مع الوالي المصرفية يعني درست بس الوالي على منه هيجي. إيه نعم. صورة شخصية إلى موجودة عندكم بالبيت؟ موجودة. 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 يلبس فينا؟ إيه نعم. إيه. أنت هم يلبس فينا من شو صغير؟ لا يعني. ما يلبس. هذه ما لحقت على فينا. إيه. صدعنا. ودخلت المدرسة. أقارب عمري يمكن 8 سنين هيك شيء. ما دخلت ملة قبل المدرسة؟ بلي هم ملة. وكل علي الله يرحمه بجامع الحيدر خانة. إيه. إيش تتذكر عن الملة بهذيك الفترة؟ والله الملة فد رجل كبير أظن هو يمكن هندي بالأصل لكن ختمنا القرآن حسب الأصول الله يرحمه كان عندنا مدرس عبد الله حلمي العمري فهذا يعزف كمانجة يعزف لنا الأناشيد بالامتحانات ما بالهدي بالكمان وإحنا نعرف فالمقام العراقي المغني بالدرجة الأولى ما يقدر يغني المقام العراقي إذا ما يتملك الملكة الكاملة الربانية الذوق الموهبة الذوق بالغنى هو يحس لازم مو يعني يقولوا له لا أنت فلان شي طلع مو زين عندك هو يسمع ويحس يحس إن هذا خطأ بالأول هم كان أكو سمع يحس من نفسه يعني من طبعه من طبعه بالأول ما كان كله مسجل ولا لا. ولا مسجل طواناني صح لكن مش كل ما أسمع نفسي ثاني مرة أصير بعد أحسن أحس بنفسي يعني. شو كنت تسمع نفسك إذا أحس لما أشوف من دا أسويها أني دا أسمعها من الأستاذ من المغنيين دا عين مالتي مو مثل فرق مدى تطلع مثل مسقولة مثل ما يقولون اي صح صح استاذ يوسف يعني حاولت في من ايام ان تتقرب من حايد حتى صوتك يرن او مثل ما يقول في خلمة كل واحد ابو واهس نعم. هو صغير لو بيغني بالحمام لو بيغني بالبيرصدة جربت مو بالبيرصدة او في صادف يعني في تنكة او في اي مكان اخر حتى الصوت يسمع اكثر لا بتنكة ما غنيت لا بحمام اما بغرفة بها صدى ما قحت ونستحي بالأول صح فبالدرجة الأولى يوم من الأيام دا أغني بالدرب نمشي إحنا تعرف أصدقاء اللي يقبس من التلاميذ قسم من الطرف من الطرف جواريني فدا أغني بالله فوت طوال أماني والأستاذ محمد عجيب وبنشي تتذكر اي سنة هذه قبل ما نتكلم هذه تقريبا يعني ولو اذا ما هذه اظن من 33 هالحوالي يعني ورا المؤتمر مال القاهرة لا اسوي مقام عرفة لتغني مقام عرفة وشفت محمد اي محمد ويا ولد مشيم اسمه محمد تتذكر صورته وكان لابس و يلبس صدارة كان مو فينا لا فينا شفته لما جاء عندنا صار مولود ايه غنى بالفينة شكرا سنت كان يعني يلبس مرة صدارة مرة فينة طهرنا بنختي نصغر من يحيى فسووا مولود فرح اجا هو لابس فينة وراها يلبس صدارة